صح. وحشتيني انت من الكاري. عامل ايه؟ مرمط؟ جعان؟ طب ما تاكل زينهم وتريحني يا عم. نامنك ساعتين على ما اجيلك. اوعى تتحرك والا الحيوانات هتاكلك. انا بقول لك اهو. يا لهوي ايه وليه ما تخافيش؟ دي شويه حيوانات. فين الواد؟ اهو. اسمك ايه يا شاطر؟ عبدالله. وساكن فين يا حبيبي؟ عند ابويا. شفتي؟ هو مش عارف حاجة هو. الواد ده كبير ما ينفعش، الناس عايزين عيل كام شهر، سنة بالكتير عشان يبقى ابنهم. وده له أب مش هياكل معاهم. الله استني بس يا ولية. أوه يا خسارة المشوار اللي دبيته. وأنا هعمل إيه في الواد ده؟ شغله معاه. أه يساعدك ويشيل عنك، وآخر الليل يروح معاك ينضف لك البيت، يونسك. أعمله ابنك ده، أنت مقطوع من شجرة. نهارك مزبهل لك أبوس. بلا خيرات بلا جزرات مالكش في ايه؟ طب ليه اللون ده معايا فارس؟ يا واد ده انا اللي مربيك وخير عليك. خيرك على مين يا كابوس؟ شكلك نسيت اللي عملته فيا. عملت فيك ايه يا اخويا؟ ما كبرتك اهو بقيت بغلة قد الدنيا. وعزة جلالة الله زينهم يا كابوس، لولا العيبة وسنك الكبير ما كنت رحمتك. بس مش فارس الجن اللي يفتري على حد مسن. أبلوك فيري تشيب جود برايز يا سينيور. أنت هلا. أبلوك فيري تشيب جود برايز. هاي ويلكم. هاي. يو سبيك انجلش؟ يس. اسمك إيه؟ تانيا. تانيا يس. ديس ملكة إيفرتيتي عندما تحرشوا بها في المعبد. وات از ذيس هارش؟ هارش يا بنت الحرش. صباح رحمة الله. وات از ذيس؟ ما تخافيش، ده ماي سان ابني. أصل المصريين بيخلفوا أسود. مش خرفان. كده برضه هجيب لي طفشت الخواجايه. يا عم مسيحه مضروبه خلقه، وبعدين دي روسيه مش لاقيه تاكل. المهم محوش كام لحد دلوقتي؟ معايا 400 جنيه. عايزين نكملهم 500. بعون الله في ظرف ساعتين يكملوا 500. يلا بينا قبل ما الحكومه تهان. يلا بينا. قرب قرب قرب. يلا يلا يلا. يلا يا خواجه. يلا يا خواجات. يلا يا خواجايه. يلا يا خواجايه. يلا يا سايحه. يلا يا سايحه يا بنت السايحه. يلا يا جماعه الصوره ب 2 دولار. صور مع الاده ب 10 دولار. 2 دولار. 2 دولار. ايه ايه ايه. $10 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 $
خذ يلا الفلوس. اوكي اعمل زي سيبو قلب احمد عز وتسيبو قلب. يلا يا خواجات يلا يا خواجات. اوكي يلا يا خواجات. قرب قرب قرب. 2 دولار يا خواجات. 2 دولار 2 دولار. على الله يا احمد الولع. 2 دولار 2 دولار يا خواجات. عربيتي انا قدام عينيكم ما تعرفوش يمسكوه. ايه اتشليتم؟ مش انت رجل يا باشا؟ سعادتك انا عارف ان الموبايل ده عليه حاجات مهمه كتير وما ينفعش ان اي حد تاني يشوفها، عشان كده انا لخصت وصورته. اتفضل سعادتك. الواد ده لازم تجيبوه بسرعه عشان نعرف ايه حكايته. لو في بطن امه هجيبه. عدل صورته على الموبايل. ايوه تعالى.